وانت تقول هذا الحدث اللي صار سنة 96 أثر وشكل انعطافة في مسار المعارضة العراقية. اي نعم، انعطافة كبيرة. ولذا لابد أن أستشهد بموقف مهم جدا. لمن؟ صار عندنا اجتماع للمعارضة العراقية عند السيد حسين الصدر في المعهد الإسلامي في لندن، وكانت في الحقيقة بناء على زيارة وزير عراقي سابق من أيام الحكم العارفي اسمه شكري صالح زكي، شخصية يعني سياسية عراقية معروفة ومحترمة، لكن تفرغ في التسعينات أستاذ شكري إلى حقوق الإنسان، فكان زائر لندن وتم الاحتفاء به، وتحديدا من قبل الدكتور صاحب الحكيم اللي هو أيضا رئيس منظمة حقوق الإنسان في العراق. الندوة أو اللقاء أدار الدكتور صاحب الحكيم، وأنا كنت مقررة اللي حاضري من الشخصيات كبيرة إبراهيم أحمد الله يرحمه، وهو المنظر للاتحاد وللأكراد وللفكر القومي الكردي، دكتور محمود عثمان وهو شخصية كان الثانية بعد ملا مصطفى البرزاني في الستينات والسبعينات، شخصية مهمة، السيد صباح صابر. صباح صابر منه؟ هو وجلال الطلباني عدلاء ماخذين أخوات، يعني ماخذين بنات إبراهيم أحمد، وهو أثار هذا السؤال بالبداية، إن نريد أن نحدد من هو المعارض السياسي لنظام صدام، خلي نعرف من هو المعارض، واللي لاحقا عقب عليه إبراهيم أحمد وركز، وهذا ما اضطر السيد حسين الصدر أن يرد. من الحضور سيد مالك العامري عن الحزب الشيوعي، عن حزب الاتحاد حميد بلباس، لأنه من علق وشاف تشدد صباح صابر قال بالنسبة للأخ صباح صابر ما يمثل الاتحاد الوطني، ما معنى أنا اللي أمثل كعضو في الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطلباني، لأن عبر عن وجهة نظر صباح صابر قوية ضد الرئيس مسعود والحزب الديمقراطي الكردستاني، فدعا شخصيات لها. لكن لابد من أن أميز حتى لا يصير خلط لا عد العراقيين ولا عد غير العراقيين. عندنا شخصيتين الآن بالعراق اسمهم حسين الصدر، واحد اسمه حسين إسماعيل الصدر اللي هذا يعني يسمى أو يعرف بالفقيه، وعنده قناة تلفزيونية تبث نشاطاته ولقاءاته، اللي دعا كولين باول جزارة للبيت وبوسه. والثاني حسين محمد هادي الصدر، هذا الثاني هو اللي عايش بلندن، هذا بالأساس محامي، شخصية ومحامي ومعارض كبير وإلى دور. حسين هادي محمد هادي، اي نعم، وأديب وعالم وكذا. أما ذاك الأول اللي هو حسين إسماعيل الصدر، اي نقطتين أتطرق إلهن، واحدة متعلقة بمكتبة محمد صادق بحر العلوم، وواحدة متعلقة أنه في 2002 إجانا إلى لندن كان داز صدام. مطرش حسين إسماعيل الصدر. أيوة مضبوط. طيب. الأولى في يوم من الأيام العم والأستاذ الكبير سيد مهدي الخرسان، أنا يما قال لي أصعد شوف هاي فوق مكتبة محمد صادق بحر العلوم، جابوهن ولده إلي، شوف أي كتاب أنت تريد من عدهن، شنو عندك ناقص بمكتبتك ونكتب سعرهن. ولين أنا أتكلم بالثمانينات، أتكلم ثمانينات. طيب مضبوط. محمد صادق بحر، شوف هذا موضوع محمد صادق بحر العلوم، أحد اثنين محققين بالنجف كبار، هو وسيد مهدي الخرسان، هم أصدقاء وكذا، ها، محققين من الخمسينات يحققون الكتب، أمهات الكتب الشيعية. توفى الله يرحمه، توفى وبقت سنين مكتبته بالبيت، إلى أن الورثة
رادوا يبيعوها، وين يروحون؟ المن يبيعوها منه؟ ما عندهم ثقة بواحد إلا بسيد مهدي خرسان، صديق والدهم ورفيقه ويعني وعمر سوى وكذا، فجابوا المكتبة كلها نقلوها البيت سيد مهدي خرسان، قالوا له عمي التتبيع هاي تراث أبونا وعلى إيدك وتتعرف. فصعدت للمكتبة فشفتها، قلت له أنا تقريبا كل الكتب اللي جامعهن الله يرحمه سيد محمد صادق بحر العلوم موجودة عدي بالبيت، ما أحتاج عمي ولا كتاب. قال طيب بهالحالة أريد من عندك أشوف منو من ربعك موت بشارع المتنبي وكل أصحاب المكتبات منو يشتري هاي المكتبة، لأنه هاي أمانة عمي فايق برقبتي وذولا أو يعني ورثته وكذا، فلازم نعطيها السعر الحقيقي. فأنا بالمتنبي أشعت لدى المكتبات والبائعين بأن أكو عندنا مكتبة مهمة جدا وتحتوي على نماذج من الكتب كذا وكذا، عناوين يعني من التفاسير من الأحاديث، كتب الحديث أقصد، من يعني التحقيق، لا اللي يريد يشتريها ممكن يطلع عليها ويقدم سعر. بعد مرور بضعة أيام أنا مسولف لك قبل في الحلقات بأنه كان برنامجي أجي يم عبد الحسن راضي صاحب دار التربية في شارع المتنبي، ولاحقا في أواخر الثمانينات صرت الوكيل العام مالته لإدارة أمواله وبناياته، حكي لك هذا الشيء. بس بالثمانينات أنا وطالب أيضا أتواجد في شارع المتنبي ويمه. أجي فد يوم دخلت على دار التربية وأشوف رجل معمم ما شايفه قبل، سلام عليكم السلام، قال لي هذا السيد حسين الصدر. منو سيد حسين؟ صدام من عدم سيد محمد باقر الصدر الله يرحمه سنة 80، العائلة أخذها سيد حسين الصدر وين؟ عده، اللي هو عائلة منو؟ عائلة محمد باقر الصدر، لأنه زوجته تصير أخت، فأخذ ابنه جعفر ولده وبناته يمه عنده بالبيت عاشوا. فقال لي هاي المكتبة مال محمد صادق بحر العلوم أنا أريد أشتريها. هو حين حسين الصدر يقول لك؟ إيه قال لي. طيب إيه، قلت له طيب أنا أوصل الخبر السيد مهدي خرسان. قال لي إيش قد بيش يريدها، بيش ما كان بدل ما تروح منا أنا أشتريها. قلت له أنا راجع يوم الخميس إلى النجف وأفتي. من طلع راح قلت للعبد الحسن الراضي هذا السيد ماله فلوس، مكتبة ضخمة يرد لها آلاف دنانير، يعني هسه تخمين أخاف أطي رقم يطلع مو دقيق، يعني أخاف ما أدري، مكتبة عملاقة ويرد لها فلوس، مين يدفع السيد ماله؟ وهو قال لي لا صدام ذاك اليوم أطى مبلغ من المال. هذا من يقول لك؟ عبد الحسن الراضي يقول لك، يقول لي إلي، يقول لي صدام ذاك اليوم أطى السيد حسين الصدر مبلغا من المال، فلشي الهم لهالموضوع هذا، قولوا الرقم اللي يعجبكم. استغربت صدام ليش يعطي مبلغ من المال وتحديدا حق حسين الصدر؟ ايه 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 جاي احكي لك، يعني حسين اسماعيل الصدر وليس حسين محمد هادي اللي في لندن. طيب رجعت السيد مهدي يوم الخميس قلت له عمي يسلم عليك سيد حسين اسماعيل الصدر يقول انا اشتري المكتبة. قال لي لو ما يبقى بالعراق غير بس هو هم ما بيع لي اياه. قلت له ليش؟ جاوبني جواب امتنع عن انه ايش قال لي عنه. لا مو احنا فاتحين صندوق اسود صعب. وقلنا القصة كلها لما جيت عند شاهد الحديث ما يصير ما تذكر الموضوع. صعب لان هذا شخص خفف لي الكلام انت حتى بتصرف منك. اي بس على الاقل خل المشاهد يفهم شنو اللي قاله، يعني بمعنى انه هذا ما يفتهم والمكتبه راح تروح اذا اعطيت هي مو اهل هاي الكتب، هذا المعنى. بس بكلمه قاعد تخففها انت، خففتها جدا، مو اخففها لانه بكلمه مرددها انا هنا بالتلفزيون عده مرات في وصف بعض الاشخاص، يعني المهم، وحتى في وصف صدام على اي حال. أكثر من هذا ما أقدر أقول. لا واضحة الحين دام استحضرت الماضي، فهي واضحة في كلمة كنت وايد تستخدمها في السابق. أي
المهم رجعت بغداد، يعني أنا أروح خميس جمعة، سبت أرجع لبغداد أو الأحد. بلغت عبد الحسن راضي، قلت له خابره للسيد، قل له يعتذر سيد مهدي الخرسان، وجاي عرض من ناس وأكو مفاوضات بيناتهم. هو فعلا صار لاحقا جامعة الموصل، تخيل جامعة الموصل تأتي إلى النجف وتشتري مكتبة محمد صادق بحر العلوم، ما عليك أن تتصور هاي اللي صادرتها داعش الآن. أوه، راحت كل كتبنا، كل تراثنا، كل تاريخنا، كل هاي. على أي حال، هاي النقطة الأولى متعلقة بحسين الصدر، حسين إسماعيل الصدر. نقطة ثانية، إحنا ب 2002 تفاجئنا جاي وفد من العراق، من المعممين، واحد سني واحد شيعي واحد يمكن مسيحي، إذا الله ما هي أعتقد مسيحي، جايين ويفترون ببريطانيا بالدوائر البريطانية بمجلس العموم البريطاني. أنا شفته بمجلس العموم، كنت حاضر وما أعرف وين، إنه أنتوا لازم توقفون إلى جانب العراق. أنتوا منو؟ البريطاني. يا شو البريطاني؟ لا، منو الوفد اللي جاي تذكره؟ منو غير حسين الصدر؟ في اسم ثاني تذكره كان جاي معه معروف؟ أيه، يعني على الأقل ثلاثة المفروض أتذكر على الأقل. بس والله يا عمار، ولا خطر ببالي راح أتطرق لهذا الموضوع. يعني فشلون مؤتة دائما بعض الموضوعات أنا وياك من نحكي أركز أنا شوية زين، أركز حتى من أستحضر التاريخ والأسماء تكون مضبوطة. هذا ما مركز، لأن جاي أسترسل، وإحنا حديثنا أصلا مو يم حسين إسماعيل، وإنما يم حسين محمد هادي صد. طيب، يمكن مو لويس ساكو اللي هو أبو المسيحيين أو شو اسمه، مات كاردينال أو فتشي، مات قبل كم سنة، لأن أذكر أنا كاتب مقال ضده، أنا كتبت مقال ضد هو هذا المسيحي الكاردينال. قلت له أنت شجاب، شعدك أنت أولا مو بالعراق، يعني شنو تمثل صدام، وش يخصك تصير حرب، ما صير حرب، هذا صدام دمر العراق، هنا كلها مذبوحة، جاي أنت شنو تروج له؟ تقول حق حسين الصدر؟ لا، حق المسيحي. أقول هذا المسيحي أنت من ياهو سذولا ويا صدام، أنت ليش؟ أنت رجال مسيحي راجع للبابا كاردينال، وش كبرك وكذا، وردة كذا هتشي، ما أدري شنو وردة، والله نسيت. المهم إيه، على أي حال، فإجا شنو هذا؟ حتى قلت له صاحب الحكيم الله يذكره بالخير، قلت له هذا شعده جاي لنا؟ قال تعاركت أنا وياه، لقيته ما أدري وين وتعاركت. يقول لا، إحنا يعني تدرون حرب راح تصير وشي، وهو كان جاي حسب كلامك مبعوث من صدام. إيه، بس الربط أنا عدي قبل كم سنة على زماني بالثمانينات، صدام مطي فلوس، فهو ويا صدام. طيب، ما يقدر هسه ينكر لي ويقول لي أنا فقيه الأمة ويستقبل ما أدري شنو، هو طالع نفسه أنا مرجع فقيه، يا ريت بس مرجع تقليد وفقيه، يسمي نفسه الفقيه الشكل في بغداد. والصورة هاي فضيحة ويا كولن باول وبريمر. أي صورة؟ صورة هو وياهم، أكون طلعت مو بس يعني أنا أحكي، صورة حسين الصدور جاي يأكلون مفطح، عازمهم على مفطح وبوسه، وفيلم هو تلوت عرضه وبعد أحسن. ما هو هني ممكن هو يرد أو أحد من أتباعه يرد، ما هي كل المعارضة العراقية من أكبرها إلى أصغرها ما هم كانوا قاعدين مع مو بس كولن باول، مع كل دوائر والشخصيات الأمريكية والبريطانية. شنو ليش لما صار حسين الصدر جلس مع كولن باول إن هذا يعيبه؟ وأنت شنو معارضة عراقية؟ لا معارضة عراقية ولا معارضة صدامية، توي صدام. يلا خوزين هذا الجواب، قاعد انت بالكاظمية ايش عندك انت، ما لك علاقة. المهم هسه هذا همات انا زايدة مني فد هجوم على حسين اسماعيل الصدر، ايش ما له مبرر، بس حدث تاريخي، لان اوجعنا بايام المعارضة العراقية، جاي انت من بغداد لندن ويا وفد. يمكن الدكتور احمد لكبيسي، لا اي لا لا ولا لا ويا لا اي اي لا
ما أدري. أنت 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 أقدر على تذكر التاريخ. مو أنت الآن سرت. ليش هو الشيخ أحمد أو الدكتور أحمد الكوبيسي كان مع صدام؟ لا طبعاً عدو صدام رقم واحد، بس يمكن المهمة إنه يجنب العراق الحرب وكذا. فما ينطبق أو ما بما وجدت مبرر لأحمد الكوبيسي، ليش ما وجدت مبرر لحسين الصدر؟ ما شتان قياس مع الفارق. بس إذا هما جاوا وفد واحد. دقيقة، أحمد الكوبيسي أصلاً ضد صدام، معارض صدام. وشت لك مرة قلت لك بالدرس لما يلقي المحاضرة يحير إيش سوي بصدام. سيد حسين الصدر الله يحفظه ويطول عمره ويخليه فقيه للأمة، ما له علاقة لا يحكي على صدام ولا إلى شغلة بصدام. المهم مو هذا الموضوع. طيب. ما لي علاقة أخاف واحد يرد يقول آل الصدر قدموا تضحيات، أنا جاي أحكي على التضحيات وجاي أحكي عن حسين إسماعيل الصدر، ما جاي أحكي على التضحيات. طيب نروح يلحق حسين حسين محمد هادي الصدر حتى نربط موضوع المؤتمر اللي دعاله على خلفية الخلاف الكردي الكردي. الشيء اللطيف بهذا الاجتماع اللي صار في لندن. مؤتمر في لندن في المعهد الإسلامي، خلينا نقول اجتماع وليس مؤتمر، المقرر مالته أنا كنت، يعني أنا أكتب اللي يتحدثون إيش وحدي، يعني لأن سيدي حسين قال منو أسرع واحد يكتب وأبلغ واحد، وهو بأثناء ما قاعدين منو إحنا كل إحنا ساكتين، منو أكو واحد يقول أنا أسرع واحد وأبلغ واحد وأحسن واحد بالكتابة وأختزل كلام المتحدثين، ما حد يجرأ شيء يقول. فعين كل الوجه قال أبو أروى إذا ما صير زحمة عليك أنت المقرر مال اجتماعنا اليوم. سيد وأكبر مني وعمامته ومحترم ومعارض وأشهد له، طبعا ما أقدر أقول له لا، يعني أو هي مو فد مهمة تحتاج أنه أنت تفضل. أبرز الشخصيات اللي كانت موجودة اللي تذكرها منه أهمهم إبراهيم أحمد اللي هو عم جلال الطلباني، كان موجود وأستاذه. طبعا أكراد آخرين موجودين، عرب شيعة تركمان موجودين. بس في أسماء محددة تذكرها لو بعض اسمين ثلاثة من يعني غير إبراهيم أحمد وغير حسين الصدر وغير فاتح الشيخ علي، هاي ثلاثة غيرهم بعد تذكر شيء. هاي ثلاثة تطلب ثلاثة. سامي فرج علي، أي نعم، أي يعني ساعة من مجموع 20-25 شخصية من الإسلاميين. جماعة أحمد الشلبي ولا جماعة كان ما بين حزب الدعوة وسيد حسين الصدر أكو مشاكل بيناتهم، فدعوات سيد حسين ما يجون وهو أيضا ما يجي إلى دار الإسلام لدعوات حزب الدعوة. أي طبعا أكو هواي شخصيات، والله يمكن دكتور نبيل ياسين أيضا كان حاضر، يمكن واي شخصيات، بس المهم سماع. طيب. ما استحضر. طيب. صرت المقرر. صرت المقرر معنا. فبدأ يحكي إبراهيم أحمد، قال المفروض منكم الآن تقررون إدانة المجرم مسعود البرزاني، إيه، لأنه استعان بصدام حسين وهو عميل لصدام وتسبب في قتل الأبرياء واجتياح أربيل وكردستان، وهذا موقف مشين ونحن المعارضة العراق. فتخطبة طويلة عصماء يعني، وأنا سجلت اللي يحكي. من خلص اللي يدير الجلسة سيد حسين الصدر أو لا؟ سيد حسين متحدث، مهم مو هذا المهم. فمن خلص احنا واحد قام يعاين الثاني، شوف هنا أنا عمار انتبه وخلي أيضا الشعب العراقي ينتبه والعالم تنتبه. كمعارضة عراقية احنا أبدا مو من مصلحتنا نلعب على الخلاف الكردي الكردي، يعني ما نكون إلى جانب مسعود ضد جلال أو إلى جانب جلال ضد مسعود. ليش؟ جواب الليش هاي جاوبها منه سيد حسين الصدر. إيش قال؟ قال الأستاذ إبراهيم أنت أبو مخضرم بالسياسة وقبل كل القاعدين وأكبر كل القاعدين، عقلك كبير وقلبك كبير. سيد حسين أديب مفوض، يعني إحنا تطلب من عندنا اليوم من دين مسعود
باشر من يضمن جلال ما يركب الطيارة ويروح لبغداد؟ اي مو قبل مسويها جلال كان ويا صدام بالثمانينات قال له قبل مسويها ويسويها بالمستقبل بالواحد وتسعين سواها وايضا مسعود هم سواها تفاوض ويا بغداد ويا صدام. فاحنا مو من مصلحتنا يعني الان ندين مسعود. قال له بس هو رد ابراهيم عم قال له بس هو العمل اجرامي لانه استعانه وقتله. قال له ايه وقبل ما كان العمل اجرامي وقتله هذا. فاحنا كمعارضه شويه نريد من عندك تلطف وتخفف الجو وكذا. بهالطريقه جاوب وهو الجواب الذي يعبر عن اغلبيه الحاضرين من العرب. مو من مصلحتنا ان احنا ما ندخل جزء في الخلاف الكردي الكردي، ما لنا علاقه. خلافاتكم انتم مستعره على الزعامه. هي هاي ترتب في اعقابها رئاستين للوزراء في اقليم كردستان، واحده لمسعود تابعه واللي راس الحكومه نيشربان برزاني، هي هاي بعد ال 96، والثانيه لجلال تابعه واللي راس الحكومه لاحقا برهم صالح. فهذا رئيس وزراء السليمانية، ذاك رئيس وزراء أربيل، هذا صار. مهم، فتفادى السيد حسين محمد هادي الصدر أي تجهير العراقيين والمعارضة لصف جلال الطالب. مضبوط، لأن من طلعنا بعدين يعني وأنا وسيد حسين كنا نحكي بعض المسائل. قلت له مداخلتك إجت بوقتها، أنا قلت له مداخلتك اجت بوقتها وهي صحيحة، بس بطريقة هادئة. وأنا الآن ترى حكيتها بطريقة عنيفة، ليست هي مصطلحات سيد حسين الصدر وطريقته بالأداء، لا هو كان أخف يعني أكثر ميوعة. أنا شوية شددت على الكلمات لأن أرد أختصر مداخلته. المهم بس هذا معناها كان، وكانت تمثل حكمة في وقته. وانتهى الاجتماع على هذا الإطار، وانشرنا ثاني يوم في جريدة المنبر المحضر. إذا نعود إلى الآن نشوف كل واحد إيش حكى وإيش تطرق. هذا دور السيد حسين محمد هادي الصدر والمعهد الإسلامي في لندن. طيب أنا من هالموضوع أبي أنتقل الآن إلى النصف الثاني من التسعينات، وأبي أتوقف أيضا عند محطة مهمة من خلالها أيضا نبي نفهم الأحداث التي جرت لاحقا وتتعلق بتمهيد الأرض لإسقاط نظام صدام حسين، ومتعلقة تحديدا في جانب المعارضة العراقية. لكن بحكم تواجد فائق الشيخ علي في لندن خلال فترة العقد التسعيني، وكل الأحزاب العراقية كانت ممثلة في لندن ومتواجدة في لندن ولها تواجد في لندن، وأنت تقريبا كان عندك تواصل مع الجميع. أبي أتوقف عند أبرز هذه الأحزاب وأبرز هذه التيارات اللي كانت موجودة في لندن، وأبي أفهم أكثر كيف كانت تعمل المعارضة العراقية في الخارج وتحديدا في لندن. أنت قبل قليل أيضا أشرت إلى جزئية مهمة جدا عكست مشهد من عدم التوافق والصراع اللي كان موجود في المعارضة العراقية، بمثال بسيط أنت يمكن قلته في سياق الكلام يتعلق بالفتور اللي كان موجود بين جماعة سيد حسين الصدر وجماعة حزب الدعوة كان على سبيل المثال. وإن بنوقف في البداية هنا حتى نغطي ونتكلم أكثر عن المعارضة العراقية اللي موجودة في لندن. نبدي مع حزب الدعوة؟ وخلينا نبدي مع حزب الدعوة. اللي يقود حزب الدعوة أو المسؤول الأول تقدر تعتبره في لندن هو أبو أحمد الجعفري، وموجود الشخصيات وليد الحلي وعمار الصفار الله يرحمه وحيدر العبادي وموفق الربيعي اللي طلع عام 96 من حزب الدعوة، لأن كان الناطق الرسمي باسم حزب الدعوة دكتور موفق الربيعي، فعام 96 طلع وتفرغ إلى عمل التجاري يعني التجارة. بس طلع بسبب خلاف، خلافات هم بين بالحزب يعني بيناتهم. حزب الدعوة ويصدر جريدة في لندن صوت العراق،
وعدهم مؤتمر الشباب المسلم، مؤتمر سنوي اسمه الشباب المسلم لكن هو أغلبه دعاة ويدعون غير الدعاة، مؤتمر ويتحدثون به عن وضع دولي، وضع عراقي، وضع عالمي، يعني وضع إسلامي، طروحاتهم هالشكل. ويستمر مؤتمر يوم يومين جوز أكثر يعني في لندن. وهم صار عندهم دار الإسلام فد مقر يعني يتواجدون، مركز لهم، مركز رئيسي لهم لممارسة النشاط وحضور العوائل والسياسيين. هنا شوية نقطة عرضية راح ندخل يعني نوضح شلون هناك المراكز في لندن تنبني ومنو اللي يدعم ويسانده. يعني هسوي سياسة وأنا جاي نحكي سياسة، بس تيجي يعني ذكريات أو مداخلات ولا لابد واحد يتوقف عنها، ما يصير يعني هذا تاريخ تمر عليه مرور الكرام بدون ما تتوقف. أكو شخصية تجارية كانت تعيش بلندن اسمها حمدي نجيب رحمة، هذا اسمه حمدي نجيب رحمة، رحمة عراقي، عراقي تاجر من البصرة بس طالع من العراق من زمان، أظن من إذا مو من الخمسينات من الستينات، كان عايش في دبي ومعروف يعني. حتى يمكن أكو مقابلة لمحمد الفايد صاحب هارودز ذاكر حمدي نجيب رحمة ودوره في دبي إلى جانب مهدي التاجر اللي صار وزير في الإمارات. المهم حمدي نجيب رحمة يعني ممكن ملياردير، وإذا مو ملياردير فمليونير خلينا نقول هالشكل. هذا الرجل فجأة دخل على خط، هو بعيد طالع يعني حياته وكذا بعيد عن العراق والعراقيين ولا يتصل بأحد وليس له علاقة بأحد، فجأة بالتسعينات دخل على خط العراقيين والمعارضة العراقية وصار ينطي أموال ويوزع، بس أموال سخية يعني يجيك أنت بالظروف أنت وقاعد 10,000 دولار 10,000 باوند مثلا ما يعادل 15,000 دولار. فأثار يعني استغراب. الله يرحم الشيخ كاظم الريسان، هذا الشيخ العظيم والتاريخ وكذا أبا عن جد، لما تمرض دعا حمدي قال له تعال بالفندق مالتي بلندن وأنا أعالجك بمستشفيات لندن بدل هولندا. وفديوم من الأيام قعدنا الصبح كل واحد على عنوانه، جايته مجلة اسمها مجلة الموسم تصدر بأربعمية صفحة كذا، يصدرها الطريحي محمد سعيد، محمد سين الطريحي، محمد سعيد سيد سعيد. مهم نفتح المجلة وإذا أشعار قيلت بحق حمدي نجيب رحمة، مدح مدح وثناء ووصف إلى بأنه الكريم، صاحب الأيادي البيضاء، صاحب المواقف الناصعة، صاحب التاريخ الأبي. غريبة شنو منو هذا لها ربط بدار الإسلام؟ يعني هل تتخيل أنت مثلا الدكتور أحمد الوائلي الله يرحمه مادح حمدي نجيب رحمة بأبيات من الشعر؟ شأكو شاعر معمم ومعمم ناظم لقصة إسا هذا عدد الموسم إذا تراجع موجود هو، يا ريت يعني حتى ينتشر والناس تعرف الحقيقة والشعر والكذا. واحد من الشعراء سيد حسين الشامي. من هو سيد حسين الشامي؟ هو المسؤول عن دار الإسلام لحزب الدعوة. فقصيدة عصماء واعتقد بيها يقل 30,000 باوند الزيتن يعني مو كافية، نحن نتطلع إلى 50 يعني يريد 50,000 بعد حتى يكمل دار الإسلام وبناء دار الإسلام على هالنمط. طيب فإذا بني دار الإسلام بتبرعات وأموال من حمدي نجيب رحمة وغيره مقابل شعر. وين المشكلة في الموضوع؟ ما عندي مشكلة، أنا جاي أروي لك أقول لك، مو قلت لك نقطة عرضية بس أبين لك أنه دار الإسلام مثل مؤسسة السيد الخوئي من أموال المتبرعين، وأنا يعني شاهدت بعيني أغلبها أموال كويتية لأن كان الله يرحمه كاظم عبد الحسين، أنا شايفة بلندن
وشايفه أكثر من مرة، يعني يأتي بأموال من الكويت إلى السيد الخوي، فهاي الأموال تم شراء بها مؤسسة السيد الخوي في لندن وغيرها، أي مؤسسة هالشكل يعني جتبنا بهذه الطريقة يعني. طيب أنت حين من خلال استحضارك لمثل التمويل، هذا دليل على المراكز الإسلامية أو المراكز الحزبية اللي كانت في لندن، هي كانت تشكل الأساس لتواجد المعارضة العراقية، تقعد تقول لي كلها كانت بتمويلات خارجية. أي طبعا تمويلات، يعني حتى لو كان ناس عراقيين يمولون مثل حمدي نجيب رحمه، رجال تارك العراق من زمان ومكون ثروة بالخليج بالإمارات وصار مليونير، أعتقد هو الآن إذا ما ميت وحي يرزق يعيش في لبنان، لأن بعدين غادر بريطانيا. هذا تدري ليش ذكرته؟ لأن قام بعض المعارضين العراقيين بالليل ينام يحلم بحمدي نجيب رحمه داز له ظرف للبيت بالبريد، راح يجي ب 10,000 باوند هالشكل. كانت منتشره العمليه. هي العمليه منتشره، وهاي المجله اكثر هي اللي اثارت ضجه يعني من طبعها، هو ما ادري كم الف نسخه وزعها. خلينا نرجع لحزب الدعوه الان. حزب الدعوه هم كانوا حزب واحد دعوه، ولا ايضا انقسموا في لندن؟ في لندن لا، حزب دعوة واحد. أي واحد حزب الدعوة في لندن؟ نعم واحد، اللي يقوده الجعفري، إبراهيم الجعفري. أي نعم. طيب هناك تواجد حزب الدعوة وكان يمثل أيضا فصيل مهم وثقل من ضمن الفصائل العراقية المتواجدة في لندن، تذكرت يعني مؤشر قبل قليل في سياق الكلام بأن العلاقة ما كانت علاقة ود بين جماعة حزب الدعوة جماعة سيد حسين الصجر. اي لا، ويا مع سيد حسين شخصيا. شنو المشكلة؟ مشكلة هسه لو نريد نبحث بجذورها راح نشوفها تافهة، يعني مثلا انه انا دخلت ما قام لي افرض فلان، يعني افرض ابو احمد الجعفري دخل ما قام لسيد حسين، او العكس سيد حسين دخل الى مكان ما مثلا هالشكل، او لا انت قاعد تعطيني مثال عملي. اي صارت هالشكل، هي هاي اسباب الخلاف. اي او انه اتطرق الى موضوع وما ذكر انا دوري اللي موجود بيه، هالشكل هي هاي اسباب الخلاف، فتطورت هاي الخلافات وصارت بيانات متبادله، البيانات تنطوي على مهاترات وتسقيط يعني الطرفين اللي يصدر واللي يكتب. من جانب حزب الدعوة عمار الصفار فكتب النبأ اليقين في سيرة سيد حسين حلقات، وإحنا كمعارضة تجينا بالبريد أو تنشر يعني تجينا كلنا نطلع عليها، ويرد سيد حسين طبعا بقوة، سيد حسين يمتلك قلم وقدرة كاتب مدام كانين، يرد بطريقته الخاصة. هاي صارت دخلنا في يعني مهاترات ما كنا بحاجة إلها يعني. طيب. سيد حسين إسلامي وحزب الدعوة هو أصلا إسلامي. هني المعهد الإسلامي كان تبع السيد حسين الصدر، وأنت كنت تتردد أيضا عليه وعلى دار الإسلام لحزب الدعوة. برامجنا إحنا العوائل اللي عايشة في بريطانيا وين تروح يعني، خاصة بأيام الويكند اللي هي السبت والأحد، يعني وين تأخذهم؟ طبعا إلى هاي المراكز، وهاي المراكز أغلبها بها مناسبات، ونعلم أولادنا مسجليهم بالمدارس العربية حتى يحافظ على لغة العربية. احنا تكلمنا الحين عن حزب الدعوة، تكلمنا عن المعهد الإسلامي تبع سيد حسين الصدر، الحزب الشيوعي أيضا كان له تواجد في لندن. حزب شيوعي تستغرب انه لو اقول لك نشيط جدا في بريطانيا، وبالمناسبه الحزب الشيوعي عنده علاقات بنواب بريطانيين، بينما مثلا الاحزاب الاسلاميه ما كنت المس عندهم علاقات بنواب بريطانيين. منو ابرز شخوص الحزب الشيوعي في لندن؟ جيريمي كوربن زعيم حزب العمال. لا العراقيين ابرز الاشخاص، صورت منه أبرز الشخوص من السياسيين البريطانيين اللي عندهم علاقات بهم، ولا لا يعني هو المسؤول المنظمة ولد اسمه سلم، بس النشط والحرك ودائما الحزب الشيوعي يتواجد الله يرحمه عبد الرزاق الصافي، وهو شخصية كبيرة وقيادية وقديم
في الحزب الشيوعي ومحرر من أيام أحمد حسن البكر بجريدتهم، هي يعني جريدة رسمية. كان عندهم الشعب. كان عندهم مركز أيضا في لندن، مركز يتواجدون به، حتى كان عندهم المنادي منتدى، المنتدى العراقي. المنتدى العراقي له خدمات جليلة على كل لاجئ عراقي، لأن عندهم محامين ومنظمين هذا المنتدى عمل به. فأي عراقي يجي كلاجئ ما يعرف حقوقه شنو، يلتجئ إلى المنتدى، والمنتدى هو يقوم له بالمهمات، يكتب له رسائل إلى المسؤولين البريطانيين، إلى الكونسلز البلديات، إلى يتبنى قضيته يعني بلا مقابل، لأنه هم مغطين هذا المنتدى. أعتقد البريطانيين يعني الكونسل هم يدفعون أجور هذا المنتدى، منتدى معتمد من قبل البريطانيين. فكان دور عظيم، بالإضافة إلى عندهم المنشورات، خاصة يوم السبت توزع علينا بالاعتصام المستمر سنين، منشورات أسبوعية تحيطنا علم شنو اللي يجري بالعراق، شنو اللي يجري بالمعارضة العراقية. دائما موقف الحزب الشيوعي حاضر في هاي المنشورات، حزب نشط. يعني تستغرب تقول احنا في بريطانيا والحزب الشيوعي نشط، أنشط من غيره من الأحزاب الإسلامية متوقعة على الإسلاميين، ما عندهم ذاك التواصل السياسي الكبير يعني مع السياسيين البريطانيين مع الكذا، بينما إحنا كل واحد من عندنا غير الإسلاميين سوى له علاقات بنواب. يعني أنا القاعد الآن أمامك جالس عندي علاقة بالبارونة إيما نيكلز، كانت هي عضوة وبعدين انتقلت للأحرار، كانت قبل مو بالعمال بالمحافظين وانتقلت إلى الأحرار إذا ما خانتني الذاكرة، ثم أغدق عليها وصف البارونة، وسوت جمعية نداء عمار اللي جابت هذا الطفل عمار المشوه من جنوب العراق بالكيماوي في عام 91، ضرب صدام، استخدم الأسلحة الكيماوية ضد العراقيين بالأهوار وغيرها عام 91 بالانتفاضة، فسقط عمار. إيما نيكلسون دخلت إلى الأهوار، جابت عمار من البصر، عمار الآن رجال كبير، فجابتها طفل مشوه عالجته وسوت جمعية اسمها. هاي الجمعية يعني التبرعات والخيرات مالتها صارت مو بس للعراقيين وإنما لغير العراقيين من المتضررين، فأنا عندي علاقة به مثلا يعني منشن. أو يعني النائبة العمالية اللي بمنطقتي بويست مينستر كارين بوك مثلا، هالشكل عندنا علاقات. الشيوعيين عندهم زعيم حزب العمال لاحقا اللي صار جيريمي كوربن وآخرين، فكان دائما يتبنون قضاياهم ورؤاهم للشيوعيين، منهم النواب البريطانيين. طيب اروح الى بعد الحزب الشيوعي، خليني اروح الى حزب البعث الاشتراكي العربي، ايضا كان له تواجد في لندن. تواجد حزب البعث كان وما يزال، وما يزال اي نعم، وسيبقى شخصيتين يمثلون هذا الحزب في بريطانيا، اللي هم الاول محمد رشاد الشيخ راضي، والثاني الدكتور محمود شمس. محمد رشاد الشيخ راضي متفرغ كليا لحزب البعث العربي الاشتراكي، يعني يمثل سوريا الحزب وين في بريطانيا، يعني هو مسؤول كل البعثيين السوريين وايضا العراقيين، ماكو قلت لك بس محمود شمس مسؤولهم في بريطانيا في لندن. محمد رشاد الشيخ راضي متفرغ بشكل كامل، والشخصيه الثانيه اللي هو الدكتور محمود شمس، هاي يحضرون اجتماعات، واحد منهم اثنيناتهم كذا، من يصير اجتماعات للمعارضة العراقية، يعني يجوز القوميين أكثر وجودا يتواجدون في حتى لو مو هم موجودين ببريطانيا، بغير دول من يصير اجتماعات يجون، يجي نوري البحراني، يجي عارف عبد الرزاق، من القوميين كان لهم تواجد في لندن، يجون نعم تواجد لهم، موجودين بالاجتماعات بالكذا، من القوميين والناصريين، سامي فرج علي ناصري يعني أيضا موجود في لندن، فهواية يعني هذول أكثر من البعثيين وجودهم. نعم طيب المجلس الإسلامي الأعلى كان نعم تواجد في لندن، نعم موجود ومكتب، ويمثل الدكتور
حامد البياتي أو طالب البياتي اسم مستعار، قبل الشيخ محمد محمد علي كان يمثل، لكنه صارت تنافس ما بين الاثنين وكذا، فطلع بداية التسعينات الشيخ محمد محمد علي أبو حيدر وجابوا حامد البياتي خلوه هو اللي يمثل المجلس الأعلى، وكان له وجود ومن نصير ندوات لقاءات هاي الأحزاب اللي ذكرناها، الحزب الشيوعي، حزب البعث، حزب الدعوة، أحزاب القومية، الأحزاب الأخرى الديمقراطية الليبرالية، الوفاق، العراق الحر، وفاق صلاح عمر علي التكريتي، سعد صالح جبر، يعني أكو من يمثلهم يحضر بمثل هاي الاجتماعات وصير اتفاقات، بس مو بالكل أو اتفاق ما بين الجميع، لا لا لا، بعض الأحيان تلاحظ الإسلاميين أفرض وحدهم يجمعون كإسلاميين وشخصيات إسلامية ويصدرون بيانات، الشيوعيين وقوى اليسار القريبين منهم ويصدرون بيانات وكذا، كان أكو تباعد مو تقارب. تحس التقارب بيوم اللي أكو ندوة أو اجتماع يجون الكل، بس هو أصلا تباعد. أنا راح أتوقف عن جزئية التباعد بعد شوي حتى نربط كل الكلام اللي تفضلت فيه فيما يتعلق، بس لأن مهم عندي بس نعمل فرشة يعني سريعة إن صح التعبير لتواجد الأحزاب في المجلس الأعلى، بس بشكل سريع شنو كان المركز اللي كان يمثله في لندن؟ شلون يعني المركز؟ يعني وين كانوا يجتمعون؟ شو اسم المكان اللي احنا قلنا اسم المعهد الاسلامي؟ ظلوا سنين نورث اند رود، اكو فد بنايه كانوا مأجرين بها طابق بها مكتب صغير وكذا، هذا هنا وجود، ما عندهم مركز اسلامي او مسجد او شيء. مجلس الاعلى ما عندهم مركز اسلامي، حزب الدعوه عنده مركز اسلامي، حزب البعث ما عنده، الحزب الشيوعي ما أقدر أقول مركز ويتواجدون به، لا، وإنما عدة أماكن عندهم نفوذ بها ووجود شيوعي بها. الأغلبية المطلقة للساحة العراقية اللي كانت في لندن هي من المستقلين اللي غير منتمين لهذه الأحزاب التي حددناها. فنقدر نقول أن أبرز فصيل عراقي كان عنده مركز متكامل كانوا حزب الدعوة، تقدر تقول هالشكل في فترة التسعينات طبعا. أي نعم، حزب الدعوة، وأيضا هو الأكثر تنظيما، وأيضا من بعده يجي مركز السيد محمد بحر العلوم، لأن كان عنده مركز أهل البيت جنوب لندن. تكلمنا عن هذا المركز؟ ما تكلمنا عنه. هذا ما تكلمنا عنه؟ لا. أي هذا مركز طبعا يرعاه ويديره ويشرف عليه ويصرف عليه السيد محمد بحر العلوم اللي كان عايش في يوم من ما بالكويت بالسبعينات، قاضي جعفري، وطلع علاقته بالكويت قوية، وأني سامع منه ولم يحدثني أحد، ما دام أنت ترتاح مسائل التمويل وما تمويل، كان ينتظر بعض الشخصيات الكويتية توصل إلى لندن حتى يدعموه ماليا. وكان يدعمونه؟ إلي قليل. فديوم من الأيام أني يعني بالميانة وياهم وإلي يحجوني، ما يضمون عليه، لأن يعرفون إذا مو من أعرف راح أعرف من غير واحد. قلت لعمي أبو إبراهيم شو هالأيام تدعو الناس وكذا، لا أكيد لا، قل لي منتظر فد واحد من الكويت على أساس يجي يطيني يلا أقدر أصرف. شو هذا هواي تحطل علي هالمرة، ما أدري أكيد قالك منو اللي من الكويت؟ لا ما قل، لو قل لي هسه أعلن عنه، بس ما قل لي. هو السيد محمد بحر العلوم قلت لي. نعم. كان يمثل أي تيار؟ تيار إسلامي، لأن أقرب إلى من؟ مو أقرب، كان منافس للسيد محمد باقر الحكيم في إيران، لأنه شوف هاي الأحاديث خلي أحكي لك، يقول ذول الإيراني هو إلي وياي مو ويا واحد ثاني. هذا من يقول لك؟ سيد محمد بحر العلوم. طيب إلي يقول لي أكو فد شيء قبل ما أقول لك إلي يقول لي على سيد محمد باقر الحكيم. سيد محمد بحر العلوم شخصية لطيفة وظريفة جدا ومحترم طبعا، عالم، رجل دين، أديب، شاعر، فكان يقيم في شهر رمضان تحديدا يعني مجلس عنده، ويجيب شخصية الشيخ إبراهيم النصيراوي يقرأ عنده، فمن نخلص المجلس والناس تطلع احنا نقعد 10 من المقربين والأصدقاء للسيد محمد بحر العلوم نحكي سياسة وناخذ راحتنا. بس راح تقول يا معدد لي من 10، أول واحد سيد محمد بحر العلوم، طبعا ولده
إبراهيم ومحمد حسين، هاي صار ثلاثة. إبراهيم اللي صار سفير بالكويت؟ لا، محمد حسين صار سفير، إبراهيم صار وزير نفط. سيد زكي بحر العلوم من عندهم، من الأسرة، خالة يصير سيد محمد. محمد عبد الجبار الشبوط كان رئيس تحرير جريدة المؤتمر. محمد عبد الجبار الشبوط رئيس تحرير جريدة المؤتمر. رضا جواد تقي كان منظمة العمل الإسلامي وطلع من عندها صار بالمجلس الأعلى. فائق الشيخ علي، سيد أكرم الحكيم. سيد أكرم الحكيم يعني سدولة كافي عددت لك، هو إحنا عشرة نقعد. طيب إيه نقعد ونسولف ونأخذ راحتنا بالحديث تمام. فهاي اللقاءات اللي يصير، وغيرها أسبوعيا هو عدة أيضا لقاء ونشاط في مركز أهل البيت. قال لي أنا مستغرب ذول الإيرانيين شنو من أدمغة، يعني هسأتوا هالسنين معتمدين على سيد باقر الحكيم، مني أجي أسألكم؟ هو يقول لي من يسأل الإيرانيين ذاك الوقت أغاية محمدي مسؤول الملف العراقي، اسمه أغاية محمدي، شلون الآن إسماعيل قاني وقبل قاسم سليماني وقبل قاسم سليماني حسين نيكونام قبل حسين نيكونام أغاية محمدي، وهكذا كل واحد هذول الملف العراقي. فيقول أقول له أنتوا شنو يعني ما عندكم غير محمد باقر الحكيم؟ يقول لي جاوبني، أولا أبو مرجع، ثانيا هو معارض، ثالثا من أسرة آل الحكيم، شيرد بحر العلوم. يقول له هو أبو مرجع وأنا أبويا شنو؟ ما البحر العلوم مرجعية يعني ما يقدر واحد ينكره. زين هو معارض، شوكت هو أمس معارض بالثمانينات، أني معروف من السبعينات طالع من العراق ومعارض. زين ابو الحكيم مع انا من ابو بحر العلوم اكثر من 20 واحد عدم صدام، فشنو ليش انتوا بس لهذا تميلون؟ تفهموني شنو سالفتكم؟ فيقول هاي ويا من ويا الايرانيين يحكي. طبعا هم يعرفون كل مره هو يحكي هذا الحكي، وهم يجاوبوا ويناقشوا ويسكتون ويضحكون وانتهت القصه. فهو جاي ينقل لي، يعني انا استنتج صراع على الزعامه بينه وبين سيد باقر. يقول لك انا هم زعيم سيد محمد بحر العلوم تعتبره رفيق السيد مهدي الحكيم، شلون سعد صالح جبر ويا السيد مهدي الحكيم اخو محمد باقر الاكبر، اخو مهدي الحكيم أخو اللي يختيل في السودان، اللي يختيل في السودان، فعاشوا سوا، ومركز اهل البيت اصلا مؤسسه السيد مهدي الحكيم، هذا اللي نتحدث عنه، مركز اهل البيت اللي بلندن اللي ادار بحر العلوم اللي أدار لاحقا، وهذا من ترجع للتأسيس سيد مهدي الحكيم، محاضراته ولقاءاته وكذا وهذا في لندن. فهذا هو احنا كل احنا مشكلتنا بالعراق صراع على الزعامة، ما عندنا غير. طيب بس نرجع مرة ثانية الى نشاط المركز، المركز اهل البيت مثلي اللي هو تبع السيد محمد بحر العلوم في لندن، أيضا كان يعتبر حسب كلامك من المراكز المهمة في لندن. نعم، وسياسية أيضا، مو بس دينية، لا سياسية. يعني هو اللي سوى مجموعة مو اسمهم المستقلين، إحنا هو رد علينا إحنا المستقلين، سوى مجموعة سياسية ودعا شخصيات سياسية واجتماع وطلع بيهم فت كيان سياسي إحنا وبلندن، فكان مكان للاجتماعات السياسية. طيب. إلى جانب الدينية. منظمة العمل كان لهم نشاط؟ أي عندهم أزيد شيء هاي اليوم حديثنا عن مراكز، مركز الرسول الأعظم عندهم في لندن، اللي هم منو يمثلون منو؟ هم المنظمة وناس كربلائية أغلب. هذا المركز الرسول الأعظم. لا قصدي شنو التوجه السياسي أو الديني لمنظمة العمل؟ توجه بالأساس ديني يعني. أبرز شخصهم؟ لا أنا كنت يعني أروح شخصيات شعبية مو شخصيات سياسية. هو أكثر واحد عندهم من وجوههم السياسية ذكرت لك أنا رضا جواد تقي، هو وجه سياسي في منظمة العمل وطلع لاحقا صار بالمجلس الأعلى، وأكو عندهم ولد كاتب نظير الخزرجي هذا من المنظمة يعني وموالي للمنظمة أيضا موجود هناك يكتب الولد هذا، ويعني هاي الوجوه. بس من تروح للرسول الأعظم شعبية الناس اللي يتواجدون وهذا، وكان من طيب هم صح
هم صح التعبير يمثلون خط السيد الشيرازي في لندن. السيد الشيرازي وكان أيام زمان أحد وجوههم أحمد الكاتب أو عبد الرسول اللاري، صاحب كتاب أنه ينكر وجود الإمام المهدي المنتظر. لما ألف هذا الكتاب خطية أنا شفت بعيني، لا واحد سولف لي، تعرض إلى مضايقات وإساءات. من هذا؟ أحمد الكاتب. من تعرض إلى مضايقات؟ من جماعتهم ونفسهم اللي كانوا يتواجدون بالمنظمة وفي جمعية وفي مركز الرسول الأعظم. هو انشق منهم؟ هو لا ما انشق، هو ظل موجود وبس ألف هذا الكتاب. قال الإمام المهدي يعني لم يخلق، لأن الإمام علي الهادي ما عنده عقب، هو هالشكل في الكتاب، وقدم أدلة وشي عن الإمام المهدي. فتعرض إلى إساءات واعتداءات، وأنا شفت بعيني أكثر من مرة يعني يتعرضوا له، والرجل يبقى مدافع عن نفسه ويقول أنا يا جماعة يعني ما كفرت بالتشيع، بعدني شيعي، بعدني كذا، فتليش هاي قاطعوا عائلته، يعني شيء مؤلم. بس منظمة العمل نشاطها ما كان سياسي، نشاطها كان خلينا نقول ديني أكثر. أكثر أقدر أقول نعم. طيب وبشكل سريع مركز السيد الخوئي في لندن شنو كان وضعه؟ نشاط بالدرجة الأولى ديني، والمحاضرات دينية وفقهية وكذا، وبالدرجة الثانية ضعيفة سياسي لما كان عبد المجيد الخوئي. هو كان موجود في فترة التسعينات، هو اللي يدير المركزية طبعا، وكان له نشاط سياسي. اي نشاط سياسي، وعدهم شخص انا اشكرك على هذا السؤال، هذا هو مهم، هذا وين اكو واحد يعرفه؟ لا والله ما حد يعرفه، يجوز اقرب عراقي ما اقول غير عراقي الهم، ما حد يعرف هاي المعلومة اللي راح اقول لك. اكو شخص عايش عندهم بالمؤسسة، ابن أخو سيد مجيد، اسمه يوسف الخوئي، عمه يصير سيد مجيد، أخو أبوه اللي هو سيد عباس الخوئي، هذا كان في لندن بالسبعينات إنجليز، قالوا له بعد ممنوع الطب. ليش؟ يسوي هذا وموجود هو لحد الآن، يعني يحكي حتى على أبوه على أخوته. ضروري هاي أحكيها؟ لا لا لا، هاي أهم من كل الدنيا، راح أحكي لك هاي سيد عباس موجود حي يرزق، وهو كبير يجوز وصل 90 الآن. وين موجود حاليا؟ هو كان على زماني بالتسعينات وحتى بالألفينات كان في سوريا، بس هسه موجود في سوريا ولا بالعراق ما أدري. طيب مهم، فهذا لما بالسبعينات كان بلندن المهم شن حملة على أبوه، يقول ذولا أخوتي الثلاثة اللي هم محمد تقي ومجيد وإبراهيم، ذولا مو علني، هاي حتى بالتلفزيون حاكي، يقول هالشي ما عدا مانع يحكي علنان، ما يدير بال أبد، حتى قيل عنه بأنه لهالدرجة. أكو واحد هم من الأسرة، السيد سعيد بن علي الخوئي، ابن السيد علي الخوئي الشبير، هذا هم ما تقالوا عنه لأنه يصدر بيانات ضد عمه سيد مجيد. هاي هنا مسألة بالسياسة زعامة، هنا شنو وين قولة أهلي الكويت مثل ما يقولون السعودي، وينهن يدورون؟ عباس الخوي عد ابن اسمه يوسف الخوي في لندن، هو يدير المؤسسة. يوسف اخطبوط في الدوائر البريطانية، يعني يوسف إذا كتب لك رسالة حتى لو عد الملكة رأسا توقع بلا ما تقرأها. ليش يعني؟ شنو هالقوة اللي عنده يعني؟ فظيع. يوسف عده مكانة عد البريطانيين كبيرة جدا، وهو عقل بريطاني، تربيته ودراسته ونشأته وحفظه للتاريخ البريطاني، يشيل التليفون على رئيس الوزراء يقول له تعال اليوم غداك بالمؤسسة، على أكبر وزير، على أي نائب، إذا كتب رسالة لعراقي لا ترد رسالة يوسف الخوي، أبد لا ترد. بس هذا الاسم يعني ما حد يعرفه، من يعرف؟ بس إذا بهالقوة اللي عنده وهالنفوذ،
إيه. شلون ما حد يعرفها؟ من ما أدري أنا أسألك، أنا أول مرة أسمع الاسم فأنا ما ماكو ما حد يعرف. إيه مو هذا مو غريب؟ مو هذا مغلق على الدائرة البريطانية يعني خلص. حتى اللي يجي للمؤسسة ما يشوف يوسف الخوي ولا يعرفه، لأن يوسف قاعد في غرفة منزوية وهو مريضا بسكر. وهاي أهم شوية حلوة، الجمهور بس يسمع المقابلات، بس يسمع ألم ومعاناة، ما يسمع شيء مضحك. إذا فد يوم واحد سألني قال لي إذا رحت للمؤسسة شلون أعرف يوسف الخوي بدون ما أسأل واحد، وكأنما أنا أعرفه وقبل أروح أسلم عليه. قلت له عين بالوجوه، إذا شفت قميص مفتوح استوى، مفتوح استوى من الباكيت، هذا من مفتوح تدري صير من أنا كسرة لازم تكويها يا الله تلبس. إذا شفت قميص بكسرات مفتوح استوى من الباكيت هو هذا يوسف الخوي، لأنه يفتح من الباكيت ويلبسه، لا يضرب أوتي لا إلى على تعبان في سكر وكل ساعة عد الأوبر والهذا ويا 24 ساعة. مهم هذا عبقري، هذا جينيس مثل جد. أنا أقول أنت مثل جدك السيد الخوي، عبقري بمعنى الكلمة، عنده نفوذ كبير في الدوائر البريطانية، وتقريبا هو مسير مؤسسة السيد الخوي. وطبعا سيد مجيد راح ما يحكي إنجليزي، سيد مجيد يحكي عربي وفارسي، إنجليزي قليل، مو يعني متمكن من اللغة. فاللي قايم بالمهمة يوسف الخوي، وكان أيام زمان أيضا غير يوسف الخوي، بس سلطنا الضوء على هذا الرجل اللي ما حد يعرفه، الدكتور ليث كوبر. ليث كوبر اللي صار ناطق باسم رئيس الوزراء أبو أحمد الجعفري، واللي الآن هو مسؤول مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، المشروع الأمريكي للديمقراطية في الشرق الأوسط، الآن عايش بواشنطن، الدكتور ليث كوبر. هذا أيضا يدير مؤسسة السيد الخوي، ويا الجانب البريطاني كل متعلقات مراسلات مسائل. تقولي حتى المعلومات الجانب البريطاني كان مخترق حتى المؤسسات الإسلامية. إحنا ليش نستخدم مصطلح مخترق؟ يعني إيش مخترق؟ شلون؟ ما أدري أنا حين أستخدم المصطلح، أنت يا تأكده يا تنفي. لا أنفي. تدري ليش؟ ليش؟ مو مخترق، يعني أنت عايش ببريطانيا وعندك مؤسسة وتعاملك ويا البريطانيين، وين تروح؟ كل كبيرة وصغيرة، فلوسك، مواردك، ناسك اللي يجون عندك عندهم ذولا معاملات، عندهم ما أدري شنو، فلازم أنت تلقى لك مكان. سعى صالح جبر الله يرحمه، فديوم دخلت لقيت عده في الشخصية ما أعرفه. قلت له هذا منه؟ قال لي هذا جوليان ووكر. قلت له جوليان ووكر منه؟ قال هذا هو البيد الملف العراقي، إذا عندنا شغلة في لندن قال خابر جوليان يمشي لنا شغلة. فقصدي أنه كل طرف كل جهة عندها شخص متنفذ في الحكومة البريطانية.